السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الرحلات المهمة أيضا اللي فتحت لي عناية على مجتمعات ما كنتش أعرف هي شكلها إيه وبتعمل إيه إلى آخره، هي رحلة أجازة الصيف اللي أنا نزلت فيها بعد ما استقريت وتوظفت في بريطانيا، كانش لي أي علاقة بالعمل الخيري على الإطلاق. وجالي هاتف كده، وذكرت أنا هذا الأمر في أماكن أخرى، إن أنا عايز وأنا راجع أزور بعض الأماكن اللي عايشين فيها المسلمين في أوروبا. واتضح في هذا الوقت إن يوغوسلافيا فيها أقليات مسلمة كبيرة، وقطعت تذكرة على الخطوط الجوية اليوغوسلافية ورحنا عن طريق بلغراد للقاهرة. الكلام ده أعتقد في يوليو عام 1982، وأنا راجع توقفت أسبوع أو أكثر أو أقل في سراييفو أو في يعني يوغوسلافيا، وانتقلت من سراييفو إلى من بلغراد إلى سراييفو بالقطار. كان الطريق جميل والقطار جميل ورحلة جميلة جدا وممتعة. دخلت سراييفو الجميلة في الوقت ده ونزلت في أوتيل قريب من المشيخة الإسلامية ومسجد خسروف بيه إلى آخره، وكان في بعض الشباب اللي هم العرب الدارسين هناك جم قبلوني، وأعتقد هو كان شاب فلسطيني بيدرس الدكتوراه هناك، وجي حكالي على الأوضاع السيئة اللي بيعيشها المسلمين في ظل العصر الاشتراكي اللي بيحكمه تيتو في هذا الوقت، وكان كتير جدا منهم محبوسين في السجون، ومنهم طبعا الرئيس الراحل رحمة الله عليه علي عز بجوش. بدأت أنا أفكر في اضطهاد المسلمين في مثل هذه الأماكن اللي هي في وسط أوروبا، وفي نفس الوقت احنا تربينا في مصر على دول عدم الانحياز اللي هي تيتو ونهرو وناصر. يعني ناصر علمنا أشياء كتيرة جدا جدا جدا، كان طبعا هي كانت غير صادقة إن مصر ويوغوسلافيا والهند هم دول عدم الانحياز إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن اكتشفت في هذا الأمر هذه الأكاذيب اللي تفتحت عليها عينينا في عام 1982، ودي كانت نقطة تحول في تفكيري الاستراتيجي الاهتمام بالمسلمين وبمصايب المسلمين في العالم، اللي في نفس السنة حصل فيها مذبحة صبرا وشتيلة، واللي في نفس السنة حصل فيها مذبحة في حلب وحماة مأساة العصر منذ أكثر من 38 سنة على يومنا هذا. يبقى دي رحلة يوغوسلافيا دي كانت هي زي ما تقول إيه تفتيح العين لرفع الوعي بما تعاني منه الأقليات المسلمة اللي موجودة في أوروبا وخاصة في منطقة يوغوسلافيا اللي احنا تربينا على انها حليفة للعرب وحليفة لمصر وحليفة لينا كذلك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.